هاي سينما جومون بالاس أو البيضة أو The Egg هي جزء من مبنى متكامل كان اسمه سيتي سنتر أو The Dome وهو أول مبنى تجاري كبير تم بناؤه ببيروت كان فيه سلالم كهربائية وعدة محلات آل صمدي وآل صالحة هن يلي قاموا ببناء سيتي سنتر ببيروت سنة 1965 وهو من تصميم المهندس جوزيف فيليب كرم كان المفروض أنه يتألف المبنى إلى جانب البيضة من برجين بضم مركز تجاري والسينما ومكاتب وصممت السينما والمسرح على شكل بيضة لتحوي 1000 مقعد وبتبلغ مساحتها 24 ب 11 متر خلال الحرب الأهلية اللبنانية تحول البناء لخط تماس بيفصل بين منطقة بشرى الخوري وساحة التباس وتحول بعدها لمركز أنص مين قال إنه المبنى المهجور تحول بعد الثورة لمعرض للوحات الجرافيتي؟ أنا قال شوفكم بكرة.